سوق الشيوخ يخسر من الصناعة بهدفين مقابل هدف واحد. نتابع. صراحة الجميع هم يفكرون بالتأهل حقيقة الأمر، لأنه صار فترة طويلة احنا بالدرجة الأولى، واعتقد أن هذا الوضع ما يلائم حقيقة الأمر، ما يلائم لا الدعم المقدم من قبل الوزارة ولا جهود الهيئة الإدارية واللاعبين واهتمام الإدارة بالفريق. المباراة شفتوها أنتم، كانت بها ندية وقوية، احنا ما نشكل على الحكام، ويا هاي نتائج المباراة، والحمد لله فريقنا اللي وصل له هذا الفريق اللي تعب وجاهد ومن منطقة نائية. مباراة صعبة، فريق سوق الشيوخ فريق قدم مباراة طيبة، وكان له أيضا أمل أنه مثل ما تعرف عنده 4 نقاط وكان يسعى للفوز بهذه المباراة. الجمهور يريد فوز، ويعني باعتبار احنا تقدمنا هدف، لكن احنا نتكلم من واقع، احنا فريق بقضاء سوق الشيوخ، فريق امكانياتنا الشبابيه، فريق قله خبره عندهم، قله يعني بس مجرد انه جاي يشاركون. مبروك كل محب للنادي، الاداره، الوزاره، اللاعبين، حقيقه اللي قدموا مباراه كبيره رغم اللي طلعنا شوط اول بتاخرنا 1-0. كنا عازمين على الفوز لاخر دقائق، قدرنا نسجل هدف الحمد لله وشكر، 3 نقاط مهمه، وان شاء الله عازمين على الصعود لدور النخبه.